حضرتك اللي قلتي في اول هذا الحوار انك لما عملتي جرد كده للسنه قلتي 10 حلقات عايزينها، يعني ده ده صحيح، المحور ده لوحده عايز 10 حلقات ده يا استاذ صحيح، امير. ده صحيح. عندنا برامج الدعم النقدي زي تكافل وكرامه، عندنا منظومه حمايه اجتماعيه فيها قانون تامين صحي جديد، قانون لذوي الاعاقه، قانون التامينات الموحد وغيرها. يعني طب نقول ايه؟ قولي بقى يا استاذ امير. عندنا برامج حمائية قوية داعمة للطبقات الأشد احتياجا. الدولة المصرية وهي بتعمل مشروعات قومية ومصانع وكباري وطرق وإسكان فاخر وإسكان اجتماعي، عينها على الطبقات الأشد احتياجا، فبتقدم لهم خدمات بنوعيات مختلفة. بنقدم لهم تكافل وكرامة. التكافل هو البرنامج الدعم النقدي للأسر اللي عندها أطفال في المدارس، وقيمة الدعم تختلف إذا كان الطفل في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. والبرنامج بيشترط الانتظام في التعليم والرعاية الصحية علشان نفضل ندعو ماليا. وهنا البرنامج عينه على، مش على انه بيدي الأسرة مبلغ من المال، انما عينه ان يؤمن المستقبل بتأمين الأطفال اللي في الأسر دي، يحافظ على انتظامها الدراسي وحالتها الصحية عشان افضل ادعم الأسرة. وبرنامج كرامة هو البرنامج الذي يدعم كبار السن بدعم نقدي. والبرنامجين تكافل وكرامة كانوا في اللحظة اللي الدولة المصرية بتعمل فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتقول أنا عايزة الدعم يصل لمستحقين. وتكافل وكرامة بيخضع ليهم حوالي 2.5 مليون شخص أو أسرة، بمعنى من 2.5 مليون أسرة بيتجاوز عددهم حوالي ما بين 10 و12 مليون. في برنامج مستورة. برنامج مستورة هو برنامج إقراض متناهي الصغر. صعب قوي إنك تروح البنك أقول أنا عايز أعمل مشروع تريكو صغير، هطلع 5 6 بلوفرات كل شهر. صعب قوي إن أنا أروح البنك، ما عنديش ضمانات أقدر أقدمها عشان يدوني أعمل كشك صغير ولا مكنة أصور عليها ولا أعمل برنامج شنط وعقود، حاجة صغيرة تدعم اقتصاد الأسر. فيجي الدولة المصرية تنتقي اسم عظيم مستورة لمشروع إقراض متناهي الصغر. برنامج مودة. برنامج مودة ده برنامج تدريبي داعم للي هيعملوا أسر وللي في أسر. أولا أحمي الأسرة من ظاهرة التفكك، أشرح لهم يعني إيه الحفاظ على الأسرة، من يحتاج دعم نفسي، من يحتاج دعم صحي، من يحتاج. برنامج مودة. أعمل برنامج حياة كريمة. حياة كريمة لتقديم المساعدة للأسر الفقيرة للارتقاء بحياتهم، أمكنهم من الحصول على الخدمات، من القيام بأعمال، أساعدهم في ترويج منتجاتهم. ثم مراكز تنمية المرأة الريفية، مجمع خدمات الأمومة والطفولة، التأهيل المهني لذوي الإعاقة، برامج الأسر المنتجة، برنامج فرصة عمل للخاضعين لبرامج الحماية الاجتماعية، دورات تدريبية لإدارة المشروعات الصغيرة، برنامج التغذية المدرسية من سن 4 سنين ل 12 سنة ل 10 مليون تلميذ. ده دي برامج الحمائية. أيوه. لسه ما اتكلمتش بقى عن، ومعظم هذه البرامج مدعومه بقوانين، يعني بقى عندنا قانون لذوي الاعاقه، قانون للتامينات الموحد، قانون للتامين الصحي، يعني ده لسه كمان التامين الصحي تشريعيا. التامين الصحي ده موضوع لوحده، لانه لما اجي اتكلم عليه في سياق المنظومه الصحيه الكامله اللي الدوله المصريه عملتها، من اول 100 مليون صحه والقضاء على فيروس سي ومبادره نور حياه وإنشاء وحدات الغسيل الكلوي، ثم المبادرات الخاصة بفحص النساء صحة مصر،
وبعدين التأمين الصحي الشامل اللي يبتدي في بورسعيد ويبقى عندي مخطط كامل لتعميمه على مصر. كل البرامج الصحية دي بتقول حاجة مهمة جدا، المصريين زمان كانوا بيعتبروا، ده غير طبعا برنامج القضاء على قوائم الانتظار وغيرها، المصريين زمان كانوا بيعتبروا جملتين شديدي القسوة هقولهم، كانوا بيعتبروا ان العلاج من حق الاغنياء، وكانوا بيعتبروا ان الفقير اللي يعيا ذنبه على جنبه لانه بيحاول، في تأمين صحي وفي تأمين متعلق بمستشفيات التأمين، لكن في النهاية كان عندنا قصة فيروس سي، انتشار وبائي للفيروس، عندنا دي قصة نجاح لوحدها. فيروس سي دي يا استاذ، ده فيروس سي دي لما تيجي منظمة الصحة العالمية وتشيد بالتجربة المصرية ونبدأ في تعميمها في أفريقيا بخبراتنا، تمام، 100 مليون صحة، 100 مليون صحة دي حاجة عظيمة جدا، انك بتاخد كل مصري من حقه ان يخضع للفحص في 10 دقايق في وحدة مجهزة فيها دكاترة زي الفل، يقيسوا السكر ويقيسوا الضغط ويشوفوا الفيروسات وبعدين اللي عنده يطلع عنده أجسام مضادة يخضعوه لبرامج كشف أكثر دقة ويحيلوه لمراكز أكثر تخصصا. برنامج صحة المرأة بيكشفوا على الستات، معظم النساء الحمد لله رب يبقى ما عندهمش، واللي يشكوا فيه يودوه المراكز أكثر تخصصا. انت هنا بتاخد الخدمة الصحية الوقائية، أنا مش مستنية لما الست تعيا وولادها يجروا بيها على المستشفى ونتبهدل، أنا بقول لها أنا حاجة أكشف عليكي عشان أطمن عليكي، وعشان لو طلع عندك حاجة هعالجك، ولو أنت 100 مليون صحة لو طلع عندك مش هستنى لما الفيروس ياكل كبدك طبعاً. وبعدين أقول أعالجك إزاي، لا أنا هبتدي من الأول. نور حياة، فكرة الإبصار، فكرة أن الدولة المصرية تبحث عن بصر المصريين والأطفال وبالذات في المناطق الفقيرة والأشد احتياجا، أنا هوصل نظارات وعلاج وقوافل طبية، فكرة المستشفيات المتنقلة، أنا شفت مرة مركب في النيل. أيوة. بدام أنا ما عنديش مستشفى في الحتة دي أنا هجيب مركب فيها دكاترة وممرضات وأدوات وأجهزة وهكشف على الناس.